أزيد من 180 طن من النفايات تم جمعها على مستوى 55 شاطئاً بالعاصمة منذ إعادة فتحها أمام المصطافين، حيث تم تسجيل حوالي 18 طناً بباب الواد، حوالي 14 طناً بشراقة، حوالي 48 طناً بدار البيضاء، حوالي 7 أطناناً بحسين داي، حوالي 43 طناً برويبة، حوالي 52 طناً بزيرالدا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 أوت إلى غاية 25 أوت من السنة الجارية. من بداية فتح الشواطئ إلى يومنا هذا عندنا 183 طن من النفايات اللي استخرجناها من الشواطئ. عندنا هذه الكميات تتراوح وتزيد في فترة نهاية الأسبوع، عندنا تتراوح بين 23 و 26 طن في نهاية الأسبوع الجمعة والسبت. ثاني من مهام المؤسسة عندنا نحطوا احنا باش نخلي المصطفى يتعود على يعاون هذا الليزاج نتاعنا، نحطوا حوامل الاكياس نقربوها من المصطفى باش هو يطم النفايات تاعو ويحطها في المكان المخصص. عملية سخرت لها مؤسسة النظافة الحضارية وحماية البيئة لولاية الجزائر 177 عون نظافة موسمي، يضاف 149 عون دائم في خطوة للمحافظة على نظافة الشواطئ، الأمر الذي يستدعي في الوقت نفسه تخلي المواطنين بروح المسؤولية لإنجاح هذه العملية. طلبوا منهم احنا يعاونونا، إذا فدت الزبل تاعه وش فيها الزبل تاعه هاو نفدو هاو جابوا عطيها لي ليا. أنا البارح مرة أنا وش داني مرة تعاوني جات عاونتني في صاشي وعاونتني ورفدت معايا وبارك الله فيها عليه، والله غير أنا نخدمو غير هذه غير تلقاها جبل غير جبل غير نفد أنا ما نلحقش غير ما نلحقش صاشيات ما نلحقوش نرفدو. تلقى جو طابليه تلقى الاخر البطاطا تاع الفرماج هنا تلقى تاع ذوك البحر راه مولي بزاف علينا انا نعيو والله راني نتابع. عمل هؤلاء الاعوان لن يجدي نفعا اذا استمر لا وعي بعض المواطنين، فنظافه الشواطئ مسؤوليه جماعيه.